برحب بحضراتكم طبعا مرة تانية، وزي ما شفنا أحداث كتيرة جدا على مدار 2019. لازم نستعرض كل الأحداث اللي حصلت في 2019، وأكيد من أهم وأبرز الأحداث اللي حصلت السنة دي في الرياضة المصرية هي حصول مصر على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. طبعا بعد ما تم سحب التنظيم من الكاميرون وتم اختيار مصر بلدا منظما بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، ودي ما كانتش المرة الأولى اللي مصر بتفوز فيها بتنظيم كأس الأمم الإفريقية، ولكن سبق ومصر نظمت أربع بطولات ناجحة كانت في أعوام 59، 74، 86 و 2006. فازت بثلاث نسخ منهم، خسرت بس لقب واحد كان عام 74. ظروف طبعا تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 كانت مختلفة جدا، وده أكيد لأن البطولة شارك فيها 24 دولة إفريقية في الوقت اللي النسخة اللي فاتت شهدت مشاركة 16 دولة، وده يمكن أظهر قوة بلدنا مصر في التنظيم وضمان الأمن والأمان لكل المنتخبات اللي كانوا بيتواجدوا في بلدنا مصر. والحمد لله تم نجاح البطولة بشكل كبير جدا، وكانت إشادة مش بس من مصر، كانت إشادة بالبطولة بكل من كل العالم إن هي بطولة الحمد لله ناجحة، بطولة كانت على أراضي مصرية الحمد لله، خدنا منها مكاسب كتيرة جدا، ودايما إن شاء الله في نجاحات بإذن الله.